النهارده ايضا وزاره مباحث الشرطه والاثار قالت انه او اعلنت عن ضبط 246 قطعه اثريه تعود الى عصر اسره محمد علي قبل بيعها. والمباحث العميد احمد عبد الظاهر رئيس المباحث شرطه السياحه والاثار قال في المؤتمر الصحفي اللي عقده ان في سي دي تتبعوا ضباط الاثار لنحو 136 قطعه اثريه لبيعها، كما تم التحفظ على 110 قطعه مجوهرات في بنك مصر قبل اقامه مزاد لبيعها بعد ان حصل مالك لها على قروض وعجز عن سدادها. تابعنا المؤتمر الصحفي بننقله لحضراتكم. بحضور وزير الآثار ومساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، عقد اليوم مؤتمر صحفي للإعلان عن استرداد قطع من مجوهرات أسرة محمد علي، وذلك بمقر شرطة السياحة والآثار. حدث اليوم بخصوص مصادرة واسترداد وزارة الآثار مجموعة من حلي أسرة محمد علي، مجموعة متميزة كانت موجودة في بنك مصر كوديعة حيازة، وتم جهد طيب عندما أبلغ عنها لوزارة السياحة والآثار. أحب أن أنا أشير أن احنا في الفترة من شهر 7/2013 حتى 7/2014 قدرنا أن احنا نسترد من الآثار المنهوبة والمسروقة خلصة أو مسروقة من المخازن حوالي ما يقرب من 5500 قطعة ل 6000 قطعة أثرية وسلمت لوزارة الآثار. لأول مرة في تاريخ مصر إن مصر تحصل على الكم الهائل من هذه المجوهرات ومن هذا الحلي.